أخذتني بس مشان شوفها لهديك المرأة، وخديجة صارت بدها تعرفنا على بعض. بس بدي أفهم ليش كلهم ضدي. أمي مريم يا روح قلبي، شفتي؟ شفتي شو عم بيساوي بأمك؟ سلطانة، مولاي السلطان من شوي راح لجناح السلطانة الأم. ما مهم، كمان شفت الست فريال قال جاي تاخد قماش من عند الخياط. فريال بالقصر؟ سلطانة؟ أهلاً ست فريال. أهلين سلطانة. أنتِ ليش إجيتي؟ سلطانة، بعتوني لآخذ كم قطعة قماش للأميرة، كل تيابها راحوا بالحريق، بدنا نخيط لها تياب جديدة. ليكي فريال، من اليوم بدي تكوني عيوني وأدنية هونيك، بدي أعرف بالتفصيل هديك المرة شو عم بتساوي، وإذا إجا جلالة السلطان لهونيك بدي تقولي لي، فهمتي؟ كل شي بيصير لازم أعرفه. مولاتي السلطانة، تتذكري قديش ترجيتك وطلبت منك السماح؟ بس جلالتك خونتيني بدون مبرر وما صدقتيني. ليش لتوثقي فيني هلأ؟ اعتبريها فرصة تانية مشان أعفي عنك، ويا ريت تستغليها. شو هالحظ اللي إلك يا إبراهيم؟ معقولة ترجع هيك بعد كل مرة؟ ما في شي خبر من فريال؟ لا والله، وعم يقولوا إنه كتير مشغولة. سلطانة، مولاي مو بغرفته. بالله جد؟ وين ممكن يكون مولاي؟ ما بعرف مولاتي، بس طلع قبل شوي. أكيد راح لعند الإسبانية. نيلوفر، شو لازم نساوي؟ أنا عم حس بشي غريب، لازم اتحرك واعمل شي بسرعة. شو حتساوي سلطانة؟